مادن هو محلل صحفي في بيتي جروب. ديفيد اهلا بك. يعني ثيران الدولار كانوا في انتظار بعض البيانات الإيجابية وربما حصلوا على جزء منها اليوم، طلبات الإعانة. مع ذلك الدولار يستمر في التراجع، كيف تفسر تحرك الدولار؟ أنت على حق، كان هناك توقعات بأخبار سارة وأخبار إيجابية، وإعانات البطالة قد تراجعت 940 ألف طلبا وهو أدنى مستوى منذ بداية الجائحة. بعد الإعلان بشكل بسيط شهدنا أن الدولار الأمريكي قد قام بتعويض الكثير من الخسائر التي حدثت خلال الجلسة، وهذا يعتبر صعودا ولكن بفترة قصيرة، ولكن وصل إلى 0.2%، وصلنا إلى مستويات تراجع شهرية. وأعتبر الأمريكي خلال 6 أيام السابقة كان جيدا جدا، حتى وإن كانت أرقام اليوم جيدة وكانت أفضل من المتوقع، إلا أنها لم تكن كافية لتغيير التراجعات التي شهدها الدولار والتي دفعت بالدولار إلى الهبوط. الأسبوع الماضي جيروم باول رئيس الفيدرالي فشل في الإعلان عن بداية تقليص برنامج شراء الأصول. أمس شهدنا بعض البيانات المخيبة للـ ADP، واليوم أرقام إعانات البطالة كانت جيدة، ويبدو بالنسبة لي أن هذا السلوك غير مرجح بأن نرى أي تقليص لبرنامج شراء الأصول خلال هذا العام. إذن قد نشهد ذلك في فبراير أو مارس عام 2022 قبل أن يكون هناك تحركات من قبل الفيدرالي. إذن يبدو لي أن كثير من المراكز الصعودية التي كانت على الدولار الأمريكي والتي كانت منذ أسبوعين فقط، إلا أن المؤشر للدولار، كل هذه التوقعات الصعودية بدأت تتراجع. علينا أن نذكر أيضا أن غدا مهم، حيث أنه سيكون هناك بيانات وظائف خارج القطاع الزراعي. أتوقع أيضا أنه سيكون هناك إغلاق لمراكز الدولار قبل أيضا صدور البيانات. هل لديك أي رقم معين تتوقع بإذا وصلت إليه الوظائف في قطاع غير الزراعي من الممكن أن تعيد الدولار إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر؟ لا أعتقد سوف نشهد أو نعيد ونختبر ارتفاعات في أعلى مستوى في 9 أشهر. كانت تقارير وظائف جيدة جدا، ولم يكن هناك مليون وظيفة مضافة، ولكن آلاف، مئات الآلاف أضيفت. أيضا وصلت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى ذلك كان هناك الكثير من العوائد. نحتاج إلى أن نرى بعد خلق الوظائف مثل مليون وظيفة، أو ربما أن يكون هناك أقل من 5%، وأعتقد أن هذه قراءات جيدة حتى يكون لدينا فرصة جيدة لارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وأن يختبر هذه المستويات الأعلى في 9 أشهر. لست متفائلا فيما يتعلق بما أنني متفائل بتعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أنني لست متفائلا فيما يتعلق بتقرير الوظائف على المدى القصير. طيب، اليورو اليوم يقترب من الدولار 20 سنت. بعض البيانات للتضخم خلال الأسبوع فاقت التوقعات، وهذا يعني الأسواق أصبحت تنظر إلى البنك المركزي الأوروبي واجتماعه خلال الأسبوع القادم. كيف تتوقع أن يتفاعل البنك المركزي مع هذه الأرقام للتضخم واليورو؟ أعتقد أننا سوف نشهد استمرارا اللغة المستخدمة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهي أن التضخم انتقالي ومؤقت. وأيضا علينا تذكر أن الفيدرالي كان يتحدث عن بهذه اللهجة منذ وقت، وعلى الرغم من أن التضخم أعلى من 2% المستهدفة ووصل إلى 3%، إلا أن البنوك المركزية سيكون عليها أن تكون
شهدنا منذ بداية الأسبوع شهدنا معدلات البطالة والتي تراجعت إلى 7.6% وهي أدنى مستويات منذ عام. هذا يشير إلى أن منطقة اليورو فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي تتوجه إلى الاتجاه الصحيح، ولكن هذه المعدلات مرتفعة جدا إذا ما قارناها بمعدلات الولايات المتحدة، وحيث أنها في منطقة 5.4%. ولا أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتحدث عن تقليص حزمة التحفيز الخاصة به، ولكنني متأكد أنه سيتحدث عن التشجيع الذي يشهده من بتعافي الاقتصاد. وأعتقد أيضا أنه سيكرر أن التضخم من المرجح أن يكون مؤقتا. إذن لا أتوقع أي مستويات أعلى من 1.20 فيما يتعلق باليورو دولار على المدى القصير. طيب، عملة ربما كان أداءها أفضل من اليورو وصعدت بأكثر من 4.6% من أدنى مستوياتها هذا العام، النيوزيلندي. النيوزيلندي اليوم يختبر أعلى مستويات في حوالي 11 أسبوع. السؤال بالنسبة للبعض، هل أصبح الترند صاعد على هذه العملة؟ أنا أعتقد ذلك. فطبعا هذه بيئة ممتازة بالنسبة للدولار النيوزيلندي، على اعتبار أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الوقت الحالي من المتوقع أن يرفع معدلات الفائدة، على اعتبار أيضا الحديث من قبل الصقور منذ بضعة أسابيع، وأن كيف أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي لم يرفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير، وذلك بسبب مشكلات في الخطاب. إذن كان هناك أيضا مناقشة لإمكانية أن يكون هناك ارتفاع بخمسين نقطة أساس، وبذلك سيكون هناك الكثير من التوقعات بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سوف يقوم برفع معدلات الفائدة في الاجتماع القادم. وكما ذكرنا منذ بضعة أسابيع، فإن كان هناك تراجع كبير في الدولار الأمريكي حتى اليوم، على الرغم من أرقام إعانات البطالة الجيدة، إلا أن الأسواق لا تزال تفكر. إذن أعتقد أن الاتجاه الصعودي الذي نشهده على الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي سوف يستمر. ديفيد مادن، محلل أسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.